هو ده طبيعي ان طبعا لازم دي هيحصل. موجودة، موجودة ما الخوازيق دي بتحسيش ان موجودة. انت ندمتي ان انت لا اديتي؟ ما انا بندمش بصراحة، بندم جامدة بندم طبعا ان انا اديت اكيد، وبس بس ما بتقدريش برضو ان انت توقفي العطاء ده على الشخص اللي خزوقني يعني؟ لا على ده خلاص الاخرين. ده لا على الاخرين لا، ما برجع ما بتحمليش حاجه مسؤوليه لا 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 خالص خالص. يعني بحط حسن الظن بالله في الاول الى ان يثبت العكس. ورد انت بقى اللي افتقدتيه بتديه، تعالي نتكلم على انه مشاعر حب وابوه وامومه وحاجات زي كده. هل انت كل شويه بتاكدي على الاحساس ده؟ هل ولادك حاسين بالتعويض اللي انت بتحاولي انك انت تقدميه؟ جدا جدا. يعني ولادي لا يعني انا مقصره معاهم في حاجات معينه عشان الشغل وده غصب عني، وهم عمري صغيرين بس هم مفهمين، فاهمين انا ليه مقصره. فلا يعني ولادي الحمد لله الحمد لله احنا علاقتنا كويسه جدا، واعتقد ان هم هيبقوا اسوياء نفسيا من كتر الحب اللي بيشوفوه مني ومن امي.